اعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح، وهو كما قلت لكم مبثوث بين ايديكم. وهذا تحدي لمن يعارض بهذا. نحن نتحدى اهل البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب. الكتب موجوده. قال الله تعالى لرسوله قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فياتون بالتوراه فتكذبهم. وهؤلاء ناتي بكتب السلف، ناتي بالقران، ناتي بالسنه، ناتي بكتب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وما الفه احمد وما الفه غيره، ناتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ كما تحدى الله اليهود ان ياتوا بالتوراه فجاءت التوراه فضحتهم، نحن نتحدى هؤلاء ان ياتوا بكتب السلف لتفضح المبتدع منا او منهم، وتبين من هو المنحرف، انحن ام هم؟ هل يستطيعوا ان يتحدونهم؟ هل يستطيعوا ان يفتحوا افواههم بمثل هذا الكلام؟ نحن نملا افواهنا بكل شجاعه، نتحدى كل من يقول اننا على خلاف منهج السلف الصالح. نحن والله ندعو الى منهج السلف الصالح، الى كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحاكم والحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاخرون فعلى الحيل وعلى التلبين وعلى الضحك على الذكور كما يقال. والله لن تجد عندهم الا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب. الان ماذا تمزق الاعلانات؟ لما يعلن الانسان يدعو الى احسن التبصير تمزق اعلاناته. الا يدل هذا على ان هناك شر كامل، وهناك حزبيات خبيثه تندس في الصفوف وتخرج كالحيات تلتصم معها. لماذا تقطع الاعلانات؟ في ما كنت اتصور ابدا ان الاعلانات تقطع من اجل الدعوه الى احكام الكتاب والسنه. في اي بلد نحن؟ عند ايران؟ في اي بلد نعيش؟ هذه البلاد قامت على الكتاب والسنه وتدعو الى احكام الكتاب والسنه. فمن هؤلاء الذين يكذبوا الاعلانات؟ من على اي دين؟ وعلى اي منهج؟ وما هي عقائدهم؟ وما هي منهج؟ لماذا يدخلون في الجحور؟ لماذا يختفون؟ لو سالت احدهم انت على منهج يقول لك لا انا تلبي. كذب النزور. لماذا تقطع الاعلانات يا اخوان؟ اليس هذا من انكر المنكرات ومن ادل الدلائل على ان هناك من يعبث بعقول شبابنا؟ ولعل لولا تقطع الاعلانات لما وسع الناس هذا المسجد. لكن أين شبابنا الآن؟ أين هم؟ من يحول بيننا وبينهم؟ من؟ أليست دعوات جاءت تخلق بين الخرافات وفلسفات الغرب وضلالات الغرب؟ والله كتبهم تنضح بالبدع والضلالات والفلسفات الخبيثة المناهضة لدعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويطرحون هذه الفلسفات والبدع والضلالات لشبابنا على انها هي الاسلام، وان الدعوه السلفيه ما تصلح الان، وان كتابات ابن تيميه لعصور مضت، ودعوات كتابات محمد بن عبد الوهاب للبدر، ولا يصلح للتحديات ومواجهه التحديات الا كتابه فلان وفلان. وانتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. الم تقم الدعوه السلفيه دوله التوحيد؟ قامت دوله، دوله التوحيد. كل العالم يحتاج الى هذا البر في دينه ودنياه، وقد ملأت الدنيا بخيراتها بالكتب بمراكز الدعوه.